صباح الخير والبداية مع العناوين. مستمر لن أقول أي لكم إلا في حريته. الأسير ماهر الأخرس للميادين مستمر بالإضراب حتى الحرية رغم معاملة الاحتلال الوحشية، وأناشد الفلسطينيين الوحدة ووقف المفاوضات. الخرطوم تكشف أن واشنطن اشترطت عليها إقامة علاقات مع إسرائيل لشطبها من لائحة الإرهاب، وفريدمان يؤكد أن الرياض تقدمت شوطا كبيرا في التطبيع. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الجديدة في ناغورنو كاراباخ، وزعيم الإقليم يؤكد التزامه بالهدنة. مادورو يعلن نجاح علماء فنزويلا باكتشاف دواء لعلاج كورونا، والولايات المتحدة ترفض مبدأ السيطرة على الوباء. أكد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس أن الاحتلال الإسرائيلي عمله بوحشية خلال فترة اعتقاله الإداري. وخلال مقابلة خاصة مع الميادين أضاف الأخرس أن ضباط الاحتلال حاولوا إجباره على كسر إضرابه عن الطعام. حملوني بطريقة وحشية وبدهم يحطوني على كرسي، لكنهم حاملين واقفين على طولي، فلتوني وقعت على الأرض لأني مش عندي قوة أحمل حالي من مرة. أضحى ملون حطوني على الكرسي ونقلوني لغرفة ثانية بطريقة سريعة. مش حدا بالمستشفى تدخل ولا حدا سأل فيه. كانوا يشتغلوا في حرية تامة هم والشباك، مصلحة السجون والشباك. هل حاولوا الضغط عليك خلال هذين اليومين الأخيرين لكسر إضرابك؟ بشدة كانوا. من خلال ضباط كانوا يأتوا يقولوا انهي إضرابك، انت فوتت راسك بالحياة، انت بس بتدور على الموت. بتروح كلمات قاسية يعني. كان ردي الوحيد إما حريتي إما مثل ما بدكم شهيد، وهذا أمنيتي. الأخرس شدد على تمسكه بإضرابه عن الطعام حتى نيله الحرية، مشيرا إلى أن الحرية تنتزع انتزاعا من الاحتلال وليس عبر استجدائها من مجلس الأمن. أنت حاليا مستمر في الإضراب عن الطعام؟ نعم مستمر، لن أكل أي لقمة إلا في حريتي. كل شعب يريد أن يتحرر لا يمكن أن يتحرر من المفاوضات والكلام الفاضي، لازم أن يدفع الثمن. شعوب العالم ما بتدفع عنا الثمن، واللي بيستنجد في المجلس الأمن وبيستنجد في دول العالم لا يمكن أن يمتلك الحرية. الحرية تنتزع انتزاع، وإن شاء الله بنتزع حريتي ويكون درس لكل من حاسس بالضعف يقوى. هذه اللي رسالتي إن شاء الله. محكمة الاحتلال العليا كانت رفضت الإفراج عن الأسير الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 92 على التوالي. تقريرها نأمة حميد. خطوات قليلة فصلت والدته وزوجته وأبناءه عنه، لكن الاحتلال كان يقف عند الباب ويمنعهم من زيارته. بعد أكثر من 24 ساعة من الانتظار أمام غرفة المستشفى، أخيراً تحقق لقاء الأسير ماهر الأخرس مع عائلته. اليوم الجمعة أجوا علينا الساعة 11 تقريباً الصبح. أخذوا زوجتي بطريقة كيف الاعتقال. عندما طلعت بسرعة كامون عن التخت وبدهم يشوفوا إني بوقف ولا، حملوني ثلاثة وكانوا فلتوني. أنا بقدرش أوقف من مرة، وقعت على الأرض. مطلبنا الوحيد نعيش أحرار بدون احتلال. أنا شفنا أبوي بعد 91 يوم، بس إحنا نتمنى نشوف حر مهنا بيتنا، نديا بيتنا بلاشية عندهم كل شوي يجي يهجموا عليه ويعملوا في تنكيلات نفس الوحوش. إحنا بدنا أبوي بيتنا، نصنا إحنا أبوي أمان بيتنا. يدخل هذا الأسير الشهر الرابع من إضرابه عن الطعام، بينما المحكمة الإسرائيلية لا تزال تراهن بحياته.
فبعد أن خرقت النيابة العسكرية قرارها بتجميد الاعتقال الإداري للأخرس والصادر قبل شهر، عادت المحكمة لتصدر القرار ذاته رغم مواجهته خطر الموت. الخطوة القادمة التي ننوي يعني العمل بها هي تقديم طلب لنقل ماهر الأخرس إلى مستشفى المقاصد بالقدس. هناك سيكون أهون على ماهر أنه يفك إضرابه، لأنه رح يكون بين أهله بين شعبه. حبيبي يما. يرفع الأسير الأخرس ورقة وقف الإضراب مقابل الإفراج عنه، مصرا على موقفه كاحتجاج يمثله بجسده ضد سياسة الاعتقال الإداري التي لاحق بها الاحتلال آلاف الفلسطينيين. هي معركة كسر إرادات بين الفلسطيني وسلطات الاحتلال، معركة يؤكد ماهر الأخرس أنه لن يخضع فيها. هناء محميد من أمام مستشفى كابلان، الميادين. كشف مجلس الوزراء السوداني اشتراط الولايات المتحدة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل لشطب البلاد من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب. المجلس أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي اقترح خلال زيارته الخرطوم أن تجري مكالمة هاتفية رباعية يقوم خلالها الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهنئة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. يليه إعلان عن اتفاق بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات. وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت رسميا التوصل إلى قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري. وفي تغريدة على موقع تويتر أكدت الوزارة أن اجتماعا سيعقد خلال الأسابيع المقبلة مع وفد إسرائيلي لعقد اتفاقيات تعاون في المجالات كافة، أبرزها الزراعة والتجارة لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين بحسب البيان. أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن أن اتفاق التطبيع السوداني كان بمثابة المفاجأة داخل البلاد. وخلال اتصال مع الميادين وصف حسن الخطوات التي اتبعتها الحكومة الانتقالية للتطبيع بأنها دست كالسم في الدسم. كان جند التطبيع مخفيا وليس ظاهرا بالصورة التي تفاجأ الناس بها أمس الأول. لذلك بهذه المفاجأة وبالطريقة التي دس فيها هذا الجند التطبيع كأنما يعني دس السم في الدسم. الشعب السوداني كله يتوق ويتطلع إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ليس راعيا للإرهاب بل هو كان ضحية لذلك النظام الذي يعني أدرج بفعل ممارساته السودان في هذه القائمة المشؤومة، فكان يتطلع ليرفع عنه الظلم. تفاجأ بأن هذا القرار المستحق رفع اسمه من قائمة الإرهاب يدس فيه ويحشر فيه حشرا موضوع التطبيع. إلى ذلك أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والعدالة السوداني جمال إدريس الكنين في تصريح إلى الميادين أن التطبيع يعبر عن التبعية ويناقض موقف الشعب السوداني. هذا المسار أوقعت فيه الحكومة الانتقالية نفسها، وأعتقد أنه مسار لا يعبر إلا عن عمالة وتبعية، لأنه هذا المسار لا يجلب أي مصلحة للشعب السوداني. هذا التطبيع ليس هو دور الحكومة الانتقالية، إنما دور نظام انتخاب نظام منتخب على الأقل. فالكلام عن مصلحة الشعب السوداني لا تغني أحد، إنما هي مصالح ذاتية لتنظيف سجلاتهم وليكونوا حماية لهم من الكيان الصهيوني أو من الولايات المتحدة الأمريكية. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة مع جيروزاليم بوست أن السعوديين ساهموا كثيرا في مسألة التطبيع وتقدموا خطوات هائلة والأمر رهن جدولهم الداخلي. وقال فريدمان أن مسألة ضم أراض جديدة معلق مؤقتا وفي مرحلة ما سيعود إلى الطاولة. السفير الأمريكي قال أن موقع الإمارات المقابل لإيران يجعل الاتفاق مع إسرائيل مهما، وبحسب فريدمان فأن هذا التحالف يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا ويجعلها أقل اعتمادا على دمائها وأموالها. هذه نشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. اتهم وزير الدفاع الأرمني أذربيجان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تعرض مواقعها في منطقة لاشين القريبة من كاراباخ للقصف. وتأتي هذه الاتهامات بعد ساعات على دخول الهدنة الإنسانية الجديدة في الإقليم حيز التنفيذ، حيث تعهد البلدان مجددا الالتزام بوقف إطلاق النار بعد مفاوضات في واشنطن. زعيم إقليم ناغورنو كاراباخ رايك هارتيونيان أكد استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الجديد ابتداء من صباح اليوم. زعيم الإقليم قال إنه يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة وبمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك. قوات الجيش الإيراني بدأت بمناورات عسكرية عند الحدود مع أذربيجان وأرمينيا، تطور جاء بعد تحذير قائد القوى البرية في حرس الثورة للمتجاوزين على حدود بلاده من الرد بقوة. تقرير أحمد البحراني. على وقع الاشتباكات الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا وسقوط الصواريخ وقذائف الهاون والكاتيوشا داخل أراضيها، نشرت إيران قوات الجيش على حدودها الملتهبة مع البلدين وأجرت مناورات عسكرية في الليل والنهار. قائد القوة البرية في الجيش الإيراني كيومارت حيدري حذر المتجاوزين على حدود بلاده من الرد بقوة. وهذا قائد القوة البرية في حرس الثورة العميد باكبور يتحدث من الحدود نفسها وباللهجة نفسها، ويعلن إرسال قوات إلى المناطق الحدودية قريبا للدفاع عن الأمن القومي الإيراني وتوفير الأمن والهدوء لسكان تلك القرى. إنها منطقة خود أفرين الإيرانية الأكثر تعرضا للقصف نتيجة الحرب القائمة، شهدت سقوط عدد من الصواريخ وعشرات القذائف خلال الأيام الماضية. وهؤلاء مزارعون من المنطقة نفسها يشكون من تضرر محاصيلهم ومن توقف موسم الحصاد، وبينما تواصل طهران تمسكها بعرضها الوساطة لحلحلة الأزمة، دعت لأكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول لإنهاء السيطرة الأرمينية على إقليم ناغورنو كاراباخ، موقف يخضع لحسابات دقيقة في ظل علاقات معقدة تتشابك فيها الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع جارتيها الشماليتين. فرغم أن طهران نسجت علاقات وطيدة مع أرمينيا لا تقارن مع علاقتها بأذربيجان خلال العقود الثلاثة الماضية، لكنها أعلنت تأييدها لقرارات أممية تعتبر إقليم ناغورنو كاراباخ أرضا أذرية ودعت لإنهاء الأزمة سريعة. فهناك في إيران من يعتقد أن انعكاسات الأزمة بين باكو ويريفان بدأت تخرج عن نطاقها الجغرافي المحدود وباتت تؤثر على أمن إيران وأمن الإقليم برمته. أحمد البحراني، طهران، الميادين. إلى سوريا، حيث الخلافات الحادة التي عصفت بحركة أحرار الشام وصلت إلى حد الاقتتال المسلح الذي استغله الجولاني ودعم المنشقين في حصار مقر الجناح المؤيد لزعيم الحركة الحالي جابر علي باشا واعتقال عناصره. تقرير ديما نصيف. لم يجد الجولاني ربما الوقت مناسبا للكشف عن حقيقة مخططه، مدعيا تقديم الدعم فقط في انشقاق قيادات عن حركة أحرار الشام بعد خلافات حادة عصفت بالحركة الإخوانية مجددا. محرك الحرب هذه المرة خلافات حادة بين جناح قاعدي يؤيد زعيم الحركة السابقة حسن صوفان وبين آخر إخواني يمثله زعيمها الحالي جابر علي باشا الذي أراد دائما الافتراق عن القاعدة وجبهة النصرة. الاشتباك السياسي بين أجنحة الحركة اشتعل قبل 4 أعوام بعد عزل حسن صوفان أكبر وجوه القاعدة في الحركة وتعيين أبو عمار العمر بدعم تركي وقطري، وعندما وافقت الحركة على القتال إلى جانب الجيش التركي ودعمت عملية درع الفرات والمنطقة الآمنة. اشتباك السياسة هذه المرة وبقرار إقليمي تحول إلى اشتباك عسكري.
هيئة تحرير الشام دفعت بتعزيزات عسكرية وعدد كبير من عناصرها لحصار مقرات علي جابر باشا في الفوعة وأريحة بريف إدلب بذريعة دعم المنشقين عنه واعتقال مناصريه. فالجولاني يستعجل شطب منافسيه ليستكمل مشروع إنهاء أحرار الشام الذي بدأه قبل 3 سنوات. الجناح العسكري عد ما حصل انقلابا على قيادة الحركة وشرعيتها، وأصدر جابر علي باشا القائد العام بيانا أكد فيه أن ما تتعرض له الحركة طعنة جديدة، متهما حسن صوفان بتمزيقها لتحقيق مصالحه الشخصية وفرض نفسه زعيما لها بطريقة غير شرعية مستعينا بأرتال هيئة تحرير الشام. ومع تجدد الاقتتال المرشح للتوسع في صفوف الحركة سيدفن مشروع أكبر المجموعات الإخوانية في إدلب، والتي أرادتها أنقرة ورقة احتياطية في وجه النصرة، ويبدو أنه قد حان الوقت للتضحية بها. دمناصيف دمشق، الميادين. وفي ذكرى انطلاق تظاهرات أكتوبر المعيشية في العراق، شهدت بغداد تظاهرات مماثلة تزامنت مع تعهد للحكومة بتحقيق المطالب. تقرير محمد الفهد. العراق كان على حافة الحرب الإقليمية والدولية، هذا ما كشفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته التي وجهها في الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق. الكاظمي وفي كلمته استبق عودة المتظاهرين إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات بوعود عديدة، على رأسها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبرقابة دولية وأممية وتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وهو وعد كان من أولويات مطالب المحتجين. المتظاهرون الذين عادوا إلى الساحات رفعوا الشعارات السابقة ذاتها رغم الحراك الحكومي لاستكمال ما أنتجته التظاهرات التي انطلقت قبل عام وأفضت إلى استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الحالية. الكاظمي الذي تحدث عن بعض المخاطر التي أحاطت بالحراك الشعبي قال إن خطورة منزلق الحرب الداخلية والإقليمية التي تجاوزتها بغداد كانت نتيجة حراك دبلوماسي مكثف لنزع فتيل التصعيد بين طهران وواشنطن. هذه الإشارة يرى المراقبون أنها تلميح من بغداد لانعكاس الصراع الإقليمي على العراق ومحاولة بعض الأطراف استغلال الأوضاع التي شهدها العراق لتوجيه بوصلة التطورات والمتغيرات لصالح بعض المشاريع التي تحاك ضد العراق. التعهد الحكومي بحماية المتظاهرين وتوجيه قوى الأمن بضبط النفس وعدم حمل السلاح، فضلا عن مطالبة المتظاهرين بضرورة الابتعاد عن العنف أو إثارة الخلافات الداخلية، هي الخطوة العملية التي اتخذتها الحكومة لجهة ضبط إيقاع الاحتجاجات وإيقاف أي انحراف قد يحصل في الشارع كما تقول الحكومة. محمد الفهد، بغداد، الميادين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تاريخ فرنسا قائم على محاربة جميع نزعات الاستبداد والتطرف، مشيرا إلى أنه إلى أن بلاده ستواصل ذلك. وفي تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية، شدد ماكرون على رفض خطاب الحقد ومواصلة الدفاع عن النقاش العقلاني، لافتا إلى أن باريس تحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام وستقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. يأتي ذلك بعد الغضب الذي أثره كلام ماكرون حول تمسكه بنشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول. كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا. وفي كلمة له عبر تويتر، أكد مادورو أن التجارب على الدواء أظهرت أنه يقضي على الفيروس بشكل كامل من دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة، مضيفا أن بلاده ستقوم خلال أيام بتسليم نتائج العمل إلى منظمة الصحة العالمية، وبعد الموافقة عليه ستبدأ كاراكاس بالبحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج. شدد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز على أن الإدارة الأمريكية لن تسعى إلى السيطرة على وباء كورونا. وفي حديث لشبكة CNN أشار ميدوز إلى أن هدف الإدارة هو إيجاد لقاحات وعلاجات لا احتواء الوباء، لأن الوباء لا يمكن السيطرة عليه تماما كالإنفلونزا. وتأتي تصريحات ميدوز في وقت لا تزال تسجل فيها بلاده
النسب الأعلى من الإصابات والوفيات والتي تجاوزت 225,000 وفاة. وفي فرنسا تم تسجيل 52,000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. وفي إجراء للحد من انتشار الوباء، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 من شهر شباط فبراير المقبل. في الجزائر تفتح أكبر مكتبة خاصة أبوابها لجمهورها بعد الحجر الصحي الذي أجبر الكثيرين على المطالعة الإلكترونية عقب غلق المكتبات والفضاءات العمومية في البلاد. تقرير سفيان مراكشي. ناجي ميجا بوكس ستور سميت على اسم صاحبها الذي قرر أن ينشر العلم والثقافة بين الناس، هي السابعة من نوعها عبر التراب الجزائري، تحوي 14,000 عنوان. من وراء هذا المشروع أردنا أن ننشئ فضاء ثقافيا، ليس فقط فضاء لبيع الكتاب، ولكن فضاء إن شاء الله يكون لتبادل الثقافي، لمجمعات إن شاء الله وتبادل ما بين الكتاب والقراء، أن يكون بإذن الله هناك رواق فني بداخل هذه المكتبة. أردناه فضاء ثقافيا محضا. إقبال كبير للعائلات ولا سيما الأطفال المودعون بالألوان وقصص الخيال. يقول أولياؤهم إنهم تعمدوا اصطحابهم إلى المكتبة لإنقاذهم من شبح الألواح الإلكترونية والأنترنت التي أصبحت تهدد عرش الكتاب. الأنترنت جيدة، لكن الكتاب كيكون الورقي أحسن بكثير، لأن في مطالعة عندما طالع كتاب نكهة راحة نفسية أكثر من الأنترنت. هي قضت بجانب كثير الكتاب الانترنت ولات شيء مخيف في الجانب هذا. المطالعه هي تربيه، اذا كانت الاسره تحبب للطفل المطالعه تلالاف لونفون يروح للمطالعه، مي اذا الاسره ما لازمش تجيب لي طابلي تجيب تليفون تحطها للطفل، الطفل يقضي ديريكتومون الطابلي، تبغي السهل. الانترنت انا بوغ موا سي سهله، حنا دي فوا ننشؤولها تكون عندنا خدمه ولا نطف نجيبو صاي، مي اللي يكون حب المطالعه يرجع لها، وحنا ماذا بينا تكثر مثل هذه المكتبات في الجزائر. يحتفظ الكتاب بسحره ويقاوم شاشات الهواتف والكمبيوتر التي اصبحت تزاحمه في كل مكان ما عدا ذاكره الانسان التي لا تنسخ الا الحبر والورق. تصبو هذه المكتبة الأكبر في العاصمة الجزائرية إلى عرض ما يقارب 40,000 عنوان، واستطاعت أن تخرج الناس من ضيق الحجر الصحي إلى رحاب المطالعة. سفيان مراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مستمر، لم أكل أي لقمة إلا في حريتي. الأسير ماهر الأخرس للميادين مستمر بالإضراب حتى الحرية رغم معاملة الاحتلال الوحشية، وأناشد الفلسطينيين الوحدة ووقف المفاوضات. الخرطوم تكشف أن واشنطن اشترطت عليها إقامة علاقات مع إسرائيل لشطبها عن لائحة الإرهاب، وفريدمان يؤكد أن الرياض تقدمت شوطا كبيرا في التطبيع. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الجديدة في ناغورنو كاراباخ، وزعيم الإقليم يؤكد التزامه بالهدنة. مادورو يعلن نجاح علماء فنزويلا باكتشاف دواء لعلاج كورونا، والولايات المتحدة ترفض مبدأ السيطرة على الوباء. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.